مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. اليوم راح نوضح آلية التقديم على الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المجلس خدمة الاتحادي ليوم 15 أيلول 2021، تستمر مدة 20 يوم، وهاي الاستمارة التي راح تكون على مرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ من 1/15/9/2021 ولغاية 4/10/2021، وتشمل المرحلة الثانية الاختيار الإلكتروني الذي يستمر لمدة أسبوعين، يتم بعد ذلك إعلان نتائج التوظيف للذين سوف يشغلون الدرجات بشكل أصيل وأسماء الاختيار، وتعتمد بشكل نهائي في كانون الأول من العام الجاري 2021. للوصول إلى الاستمارة الإلكترونية يمكن زيارة بوابة الإلكترونية خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الرابط التالي الموضح في الأسفل، أو الاتصال عبر الخدمة الإرشادية بالرقم 5599 لأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويكون هاي الاستمارة التي أعلنت عنها اللجنة العليا الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المجلس خدمة الاتحادي هي الاستمارة الأولى التي تشمل تعيينات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالكليات المهنة الطبية والصحية حسب القانون التعديل الثالث رقم 6 لسنة 2000 المعدل، والقانون ذوي المهنة الصحية الساندة بواقع 7050 درجة وظيفية. ننتقل إلى فتح الاستمارة الإلكترونية بحيث يكون أولاً ندخل على الاستمارة الإلكترونية بالبحث، نكتب اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة الاتحادي، نذهب إلى الرابط هذا وندخل عليه كليك 1، تفتح لنا النافذة الجديدة للغة العربية، تحتوي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بها الرئيسية والخدمات وحول الخدمة. نذهب إلى الاستمارة في البوابة الإلكترونية بحيث بها مجموعة خدمات 68 خدمة. ندخل إلى استمارة التقديم للوظائف العامة لسنة 21، استمارة التوظيف للمشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية. وممكن انه احنا نلاحظ ونشاهد الخدمات والمهن اللي هي مشمولة بالاستمارة، استمارة التوظيف للمشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل ذوي المهن الصحية الساندة للدخول الى الاستمارة. نضغط هنا. الاختصاصات المطلوبة للتسجيل في هذه الاستمارة هي علوم التقنيات الإحيائية وعلوم الحياة وعلوم الفيزياء وعلوم الفيزياء الحياتية، ونشاهد الاختصاصات الأخرى مثل هندسة التقنيات الأجهزة الطبية والسيطرة والنظم وباقي الاختصاصات اللي تكون مثل المعهد الهندسة والوراثية والتقنيات الإحيائية للدراسات العليا التي هي مشمولة بالدخول إلى الاستمارة. نضغط على الاستمارة للدخول إلى الاستمارة، نضغط هنا بحيث تظهر لنا الاستمارة إذا كنت أنت مسجل في هذه الاستمارة سابقا أو يحتاج إلى تسجيل جديد بحيث يكون عندك إيميل خاص للتسجيل في هذه الاستمارة. هاي الاستمارة تظهر عندنا بهذا الشكل اللي يكون عبارة عن الدخول إلى النظام، وهي تكون في بدايتها أهلا وسهلا في نظام التعيينات، قم بإنشاء حساب جديد إذا ما عندك حساب جديد، وإذا كنت منشئ حساب سابقا يتم تسجيل الدخول إلى الحساب، وهذا الحساب الجديد عندما تنشئه تحتاج إلى بريد إلكتروني سواء على الجيميل أو على الياهو أو أي بريد إلكتروني، وتحتاج إلى كلمة مرور هي كلمة السر اللي تستطيع الدخول إلى الاستمارة التي أنت تنشئها، ويرسل لك رسالة تأكيد إلى الإيميل اللي أنت سجلت به حتى تفعل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بك.
تذهب إلى تسجيل الحساب اللي هي راح تكون بمثابة الانتقال إلى عملية تسجيل الحساب في الاستمارة الإلكترونية اللي قلنا تحتاج إلى الإيميل ورقم سري لتسجيل الدخول. نوضح إنه هنا في التسجيل يحتاج البريد الإلكتروني. ملاحظة إنه أي عملية تسجيل أو معلومة ممكن أنت تضيفها إلى الصفحة تحتاج إلى بيانات أو بيانات تكون ملزم بتقديمها وتسجيلها، وتكون يجب أن تكون هذه البيانات صحيحة حتى تقارن مع البيانات المطلقة في الشهادة مالتك والمستمسكات الثبوتية اللي تحتاجها ترفقها إلى النظام تحت اللي تحوي على النجمة الحمراء. هذه تكون المعلومة مطلوبة من عندك، واللي ما موجود بها النجمة الحمراء هي راح تكون اختيارية. البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الموبايل والاسم الأول واسم الأب واسم الجد واسم أبو الجد، وهل تمتلك بطاقة وطنية؟ إذا كنت تمتلك بطاقة وطنية راح تختار تقول مثلا نعم، إذا ذكرت نعم راح تسجل البطاقة الوطنية ثم التحصيل الدراسي، وإذا ذكرت لا راح تسجل رقم هوية الأحوال المدنية والمحافظة التي أنت أصدرت منها هوية الأحوال المدنية والتحصيل الدراسي. وثم ممكن أنه الحساب مالتك يحتاج إلى أنه تأكد لأنك غير روبوت، راح تضغط على المربع وراح تنطي للنظام بأنك غير روبوت، إنما أنت مستخدم حقيقي لهذه العملية. ثم بعدين إكمال عملية التسجيل، بعد إكمال عملية التسجيل تجيك رسالة إلى البريد الإلكتروني حتى تفعل عملية التسجيل مثل ما نلاحظ للانتقال إلى البريد الإلكتروني اللي سجلت به. راح نشوف الرسالة اللي جتك. نلاحظ هنا شلون عملية التفعيل للرسالة الإلكترونية والتسجيل. نذهب إلى صفحة الدخول بعد ما فعلنا التسجيل في الصفحة الاستمارة الإلكترونية. نضغط بالماوس تطلع عندنا هاي الشاشة المنبثقة اللي هي تذكر اذهب إلى صفحة الدخول. إلى الصفحة الرئيسية صفحة الدخول راح تظهر لنا الصفحة الأولية اللي احنا ظهرت عندنا بإنشاء حساب أو تسجيل دخول. إذا كانت يعني إنشاء حساب جديد نحن راح نخلي الإيميل اللي سجلنا به ثم الباسورد وثم تذكرني بحيث هاي الحاسبة أو الجهاز دائما إنه أنت تظهر الاستمارة مسجلة عندك. ثم نذهب إلى تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول راح تظهر عندنا هاي الاستمارة الشاشة المنبثقة اللي بيها عدة اختيارات، وهي المعلومات البيانات الشخصية للمتقدم، راح تظهر عندنا غير مكتمل واختياري. غير مكتمل انه تحتاج الى تكمل البيانات المطلوبة من عندك، نذهب الى تعديل البيانات الشخصية او تعديل بيانات السكن او تعديل بيانات العمل والمهارة او تعديل بيانات الدراسة، بحيث انه انت اذا عندك اي مهارات انت مسجل عندك او شهادات حاصل عليها في حياتك العلمية والدراسية ممكن انه ترفقها، وهذا يدعم موقفك في عملية التسجيل والحصول على فرصة التعيين في مجلس الخدمة الاتحادي حسب القوانين والشروط التي وضعها المجلس لاختيار الكفاءات في الحصول على هذه فرص التعيين. نذهب إلى البيانات الشخصية، نكمل البيانات الشخصية من تاريخ الميلاد ومحل الولادة ورقم الموبايل وسجل الهوية ورقم صفحة هوية الأحوال المدنية وتاريخ إصدار هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية والحالة الاجتماعية والأطفال، وهل أنت معيل إلى الأطفال قانونا؟ هل أنت إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج
الى انه تدخل هاي الفقره، تكون تعزز موقفك اكثر، ترفع عندك النقاط. وقناه التقديم اللي انت تقدم عليها، اما ان تكون قناه الشهداء او قناه ضحايا الارهاب او قناه الدراسات العليا، ثم تحفظ البيانات مالتك. وبعد ما تحفظ البيانات راح تنتقل الى المرحله الثانيه من اكمال عملية التسجيل في الاستمارة الإلكترونية، اللي راح تكون هي بمثابة CV وسيرة ذاتية ثابتة عندك في مجلس الخدمة الاتحادي. وكل مربع غير مكتمل أنت تحتاج إلى الدخول إليه ورفع الملفات الخاصة اللي إما تكون ملفات على شكل PDF أو على شكل JPG، ولكن لا تكون هاي كبيرة الحجم، مثلا تحتاج الى يعني الى 100 كيلو، 190 كيلو، 110 كيلو لا اكثر، بحيث حتى لا يصير ضغط على النظام ما ترفع عندك الملفات. راح بعدين راح تتاخر في عملية رفع الملفات، وثم نذهب الى المربع الاخر اللي هو يكون اختياري لك بالنسبة الى رفع ملفاته. وكل هذا هو ممكن تضغط على تسجيل الخروج ويكون عندك فرد كود لك خاص تستطيع عليه الدخول في ومتابعة المعلومات الخاصة بك في تسجيل استمارة التوظيف لمجلس الخدمة الاتحادي، اللي هي كانت بادرة كلش طيبة وجيدة من مجلس الوزراء إعلان عن الوظائف. وننتظر انطلاق استمارة الخاصة بالشهادات العليا اللي طال انتظارها من قبل الحاصلين عليها، والتعيينات اللي يستحقوها التي غابت عنهم تقريبا قرابة لا يقل عن 10 سنوات وهم ينتظرون حصول التعيين. وبارك الله بكم، وشكرا لحسن الإصغاء.